وبصراحة هذا الشيء اللي وقع ما كانش متناول الجميع وكان خارج الوعي. وانا في الاول جاني الدوتش، راه ما يتحابش لي استاذه، انا اللي سحب لي واحد الشاطه كان عندي معاه واحد لافوت. هذاك الشيء علاش؟ وانت مالك صاحبي، ما كتفرقش بين الاستاذه والتلميذه ولا شنو؟ تا انا راه كنضرب حب، راه ما كنبقى نفرق لا بين استاذه لا استاذ لا امي لا شكاره لا طبع. حتى الوالده ما كنعقلش عليها. وبصراحه انا ندمان على هاد اللقطه اللي درت، وانا كنت معول على ديك النقطه الوحيده ديال السلوك. ساعه كاينه ظروف. واش انا غنجيك الصراحه من الاخر، الصراحه شاد الفن اللي كيبيعوا لنا في المؤشيات راه هو الشباب، هو اللي كيخليني نزل 14 رمضان شالدو في الاشاشيده. كاينه جراف.